السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يبدو أنها تتكاثر في شهر رمضان. كنلاحظوا بعض الأزواج يقع بينهم نوع من الجدال أو النقاش في قضية من القضايا البسيطة. فمثلا كيكون الرجل يدخن وراء العصر يشتد عليه الألم، كيقرب المغرب كيعود على سبة، أكيد ربما يطلب من زوجته طلب معين فترفض الزوجة فيتلفظ بالطلاق أنت طالق. يا ما سمعنا رجال يقول المرأة ديالو أنت طالق بالثلاث. والنساء تتساءل هل الطلاق يمضى؟ طبعا لا يمضى، لأن الطلاق واحد شيء عظيم مرتبط بالأسرة، والأسرة واحد الكيان من مقاصد الإسلام المباركة حافظ عليها. فهذه الحالة كتكون حالة غضب وهي لا تمضى، لأن القاضي لا يقضي وهو غضبان ولا يقضي وهو سكران، وطلاق الغضبان والسكران لا يمضى. فما هو الحل؟ الحل هو أن الزواج يستمر، وعليه أن يكفر. بماذا يكفر؟ يكفر إما له أن يصوم بعد رمضان واحد ثلاث أيام كفارة عن ذنبه، وإما أن يتصدق بإطعام 10 مساكين، وإما أن يكثر من الاستغفار لله تعالى ولا يعد وعفى الله عما سلف. يبدو أنها تتكاثر في شهر رمضان. كنلاحظوا بعض الأزواج يقع بينهم نوع من الجدال أو النقاش في قضية من القضايا البسيطة. فمثلا كيكون الرجل يدخن وراء العصر يشتد عليه الألم، كيقرب المغرب كيعود على سبة، أكيد ربما يطلب من زوجته طلب معين فترفض الزوجة فيتلفظ بالطلاق أنت طالق. يا ما سمعنا رجال يقول المرأة ديالو أنت طالق بالثلاث. والنساء تتساءل هل الطلاق يمضى؟ طبعا لا يمضى، لأن الطلاق واحد شيء عظيم مرتبط بالأسرة، والأسرة واحد الكيان من مقاصد الإسلام المباركة حافظ عليها. فهذه الحالة كتكون حالة غضب وهي لا تمضى، لأن القاضي لا يقضي وهو غضبان ولا يقضي وهو سكران، وطلاق الغضبان والسكران لا يمضى. فما هو الحل؟ الحل هو أن الزواج يستمر، وعليه أن يكفر. بماذا يكفر؟ يكفر إما له أن يصوم بعد رمضان واحد ثلاث أيام كفارة عن ذنبه، وإما أن يتصدق بإطعام 10 مساكين، وإما أن يكثر من الاستغفار لله تعالى ولا يعد وعفى الله عما سلف. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.